استخدمك ازاي؟ حد يرد عليا. طب النهارده يوم اجازتي استخدمك ولا لا؟ ولا ما ينفعش؟ طب انت بتتاخد كام سكوب طيب في اليوم؟ طيب هل لو بطلتك هيحصل حاجه؟ النهارده هنرد على جميع الاسئله عن الواي بروتين، يلا بينا. السؤال رقم واحد، هل ينفع استخدم المكملات في ايام الراحة؟ ده شيء عادي، المكملات زيها زي الاكل، ينفع تستخدمها ايام الراحة. لو انت محدد مكملات في النظام الغذائي ومرتب احتياج جسمك على كده فعادي تستخدمها، الا بقى لو انت هتعوضها عن طريق الاكل. لو عوضت عن طريق الاكل فهنا ينفع انك ما تستخدمش المكملات. وغير كده في يوم الراحة لازم تدخل التغذية بتاعتك او احتياجك بالظبط علشان تساعد جسمك على النمو والاستشفاء. السؤال رقم اتنين، هل لو بطلت المكملات هخس؟ هقولها لك بشكل اوضح، هل لو شلت وجبة من وجباتك هتخس؟ هل لو انت بتاكل 6 وجبات ولا 5 وجبات وشلت منهم وجبة هتخس؟ كده بقى اوضح. يعني دلوقتي الواي بروتين ده زيه زي الاكل، لو هو في احتياجك او انت حاسبه من ضمن احتياجك فاكيد هتخس لو شلته، لان احتياجك كده ناقص. لو انت ضفته او عوضته بالاكل فانت كده هتحافظ على عضلاتك. هي الفكره كلها انه زي الاكل، عايز تعوضه من ناحيه الاكل، عايز تضيفه، فهي دي حاجه تخصك. السؤال رقم 3، استخدم كام سكوب من الواي بروتين؟ هنا بيرجع لحساب سعراتك الحرارية او كمية البروتين اللي عندك. فلو انت احتياجك كبير فبتستخدم منه اكتر، في ناس بتستخدم 2 او 3 او 4 سكوب حسب احتياجها. انت بترجع لحساب البروتين اللي عندك وشوف انت محتاج قد ايه، هل سكوب 2 3، كل واحد ولاحتياجه. السؤال رقم 4، مواعيد استخدام البروتين. البروتين ملهوش مواعيد، زيه زي الاكل، بتاكل في اي وقت عايزه، بعد الاكل عايزه، قبل الاكل عايزه، قبل ما تنام عايزه، اول ما تصحى عايزه، بعد التمرين قبل التمرين، فهو متاح ليك، هو زيه زي الاكل، في اي وقت متاح ليك انك تشربه مع الاكل او غيره. السؤال رقم 5، وهو افضل انواع البروتين. البروتينات في انواع منها كتير، في بروتين الكازين، بروتين الايزو، البروتين مثلا خام، وفي للناس اللي بتعاني من حساسية اللاكتوز، ده الافضل ليهم البروتين المعزول، وفي كتير من مكملات. السؤال رقم 6، انا عايز اخس او عايز ازيد، هل البروتين او الواي بروتين ينفع معايا؟ هنا المتحكم الرئيسي في النقص او في الزيادة هي الكمية، كمية السعرات او كمية البروتين بترجع ليه. لو زودت في الكمية فهنا انت بتزيد، لو هتنقص فانت هنا هتخس، فالمتحكم الرئيسي هي الكمية. طيب لو انا دلوقتي راجل نحيف، الافضل ليا ايه؟ مش الواي، الافضل ليك انك تجيب اي انواع جينر، ده اللي هينفع معاك لانه فيه سعرات اعلى وهيكمل لك احتياجك بسهوله. اما بالنسبه للناس اللي بتخس او عايزه تنشف فالافضل ليها اللي هي البروتين المعزول، اللي هو مثلا واي بروتين جولد، فيه سعرات اقل، فات اقل، في الخام يوفق معاك في السعر، في الايزو، اي نوع يكون كميه السعرات فيه قليله والبروتين عاليه ونسبه الفات قليله. السؤال رقم 7، طيب لو هتستخدم مكملات غير الواي بروتين، الكلام اللي انا قلته اللي فات ده كله بينطبق على اي نوع مكملات، بيرجع لكميه احتياجك، احسب واعرف كميه السعرات او كميه البروتين وكمل بقى احتياجك. 8، انا عندي مكمل كذا وكذا وكذا، هنا بقول لك بلاش تشتري مكمل ملهوش عازه او تضيع فلوسك على الفاضي. المكمل اللي تشتريه شوف جسمك محتاج ايه وهات له، ما تشتريش اي مكمل وخلاص، او انك تقلد غيرك، او انك تشوف اعلان وتجيب المكمل ده على اساس كلامه، انت شوف جسمك بيحتاج ايه واشتريه. السؤال رقم 9، وده اللي هرد عليه الفيديو الجاي، ايه هي افضل المكملات الغذائيه لاحتياج جسمك؟ ان شاء الله الفيديو الجاي هعمل لكم فيديو واشرح لكم كل مكمل فايدته ايه ولازمته ايه وهتوفر فلوسك. اتمنى الفيديو كان عجبكم والسلام عليكم.